ضيفي في الاستوديو السيد عمر بالعسل، مدير مراقبه نشاطات الصيد البحري وتربيه المائيات. استاذ بالعسل صباح الخير، شكرا جزيلا لك على قبول الدعوه. شكرا سيدتي وشكرا على الاستضافه. اهلا بك. نبدا معك استاذ بالعسل من اللقاء الوطني الذي نظم قبل اشهر بتنسيق مع وزارتي النقل والصناعه، واسفر عن مخطط لتطوير صناعه السفن. ما هي او ما هو الهدف من هذا المخطط وما هي ابرز محاوره؟ شكرا سيدتي. في البدايه يعني في اطار تنفيذ برنامج مخطط الحكومه 2020-2024 يعني كاين الناقص اللي هو تاع تطوير نشاط صناعه وتصليح السفن اللي بادرت به قطاع الصيد البحري. ونعطيك نبذه تاريخيه، يعني من بدايه السداسي الثاني لسنه 2020 قمنا بمشاورات مع جميع اللي عندهم علاقه بقطاع بناء السفن وتصليح السفن، منهم المتعاملين الاقتصاديين اللي راهم الان في الميدان، الخبراء، شركه النقل، رؤساء الغرف، يعني كل القطاعات اللي عندها علاقه مباشره او غير مباشره في مجال نشاط صناعه السفن. وفي بدايه السداسي الثاني القطاع دار استراتيجيه اللي فيها تكون 20 نقطة. نعم. اللي حتى يمكن نطوروا هذا النشاط اللي هو في الجزائر، سواء على الجانب القانوني أو الجانب التنظيمي أو الجانب المالي إلى آخره، الجانب العقاري أيضا إلى آخره. وين خرجنا درنا أولا اتفاق ثاني مع في الجامعة تاع لوستو ان كلوستر تكنولوجيك دون دومين دو لا كونستركسيون لا ريباراسيون نافال. درنا ثاني كوميتي دو بيلوتاج وين اجتمعنا، درنا لقاء. نعم. مع وزاره الصناعه ووزاره النقل، وين خرج المخرجات، خرج تكوين يعني لجنه مشتركه حتى هذوك ال 21 نقطه هذوك ننفذوها في ارض الميدان. وعليها درنا اربعه افواج حتى يعني نسرع من وتيره حل المشاكل المؤسسات اللي راهي تعمل وتطوير هذا النشاط في الميدان. كاين الفوج الاول اللي ترأسه وزاره الصناعه اللي هي تتكفل بتقنين المؤسسات للصناعة وتصليح السفن. الفوج الثاني اللي هو تحت رئاسة وزارة النقل اللي هو سيوجد قانون اللي هو القانون الدولي لنورم دو سيكوريتي دو كونستركسيون دي نافير. وهو الورشة، الفريق الثالث اللي والرابع اللي هو تحت إشراف قطاع الصيد البحري اللي هو لاكومبانيومون دي بورتور دو بروجي اي لي زونتربريز اكتويلمون اللي راهم في الميدان، يعني حامل المشاريع ونشوفوا المشاكل حتى الشركات اللي راهي موجوده واش هي المشاكل اللي راهي تعيق باش يطوروا هذا النشاط. والفوج الفريق الرابع هو مهمته انه لا بياس دو روشونج اللي هي مشكل الغيار. كبير قطع الغيار، مشكل كبير في الجزائر، وين راح نديروا ان ريزو يعني يلم كاع الاختصاصيين في هذا الميدان. كلها نقاط مهمة من أجل تطوير وازدهار صناعة وبناء السفن في بلادنا. سيد بالعسل، بلغة الأرقام دعنا نتحدث عن عدد الورشات، عدد السفن، ما الذي يجري تحضيره الآن في هذه الورشات؟ شكرا سيدتي. هي باش يكون الناس تكون على اطلاع الأرقام، هي الأخرى عندنا 46 انتربريز دو كونستركسيون اي دو ريباراسيون نافال اون الجيري، عندنا منهم ثلاثة شركات وطنية، عندنا لو سيران اللي تابعة وزارة الدفاع جاية في وهران، عندنا لو ريناب وعندنا لي كوراب، هادو شركات وطنية كانوا يعني في القديم كانوا تقريبا يعني تصليح، ما كانش بناء، أكثرهم هما تصليح. نعم. وعندنا 43 مؤسسة يعني خاصة، الحجم يختلف. نعم. كاين اللي يديروا الصنع تاع القوارب اقل من 15 متر، كاين اقل من 10 امتار الى اخره. نعم. كاين اللي يديروا قوارب تاع النزهه كيما اللي جاتسكي الى اخره. دوك هادو هما الارقام. البواخر يعني عندنا احنا في الصيد البحري الى اكثر من 5500 باخره، يعني وين لاج تاعهم تقريبا يلحقوا التجديد تاعهم من حتى 3 سنوات 4 سنوات الى 5 سنوات، لازم نجدوا على اقل 70% من الاسطول تاع الصيد البحري.
كي نشوفوا مثلا اللي بواخر تاع التجاريه كاين العشرات ما بين شركات النقل البحري سواء المسافرين او البضائع، يعني اغلبيتهم ولا واحد يعني يصنعوا هنا ما عندناش حنا صنع البواخر الحجم الكبير، يشريوا يعني البواخر الاخر حتى التصليح يديرهم اغلبيه 60% يديروا التصليح في الدول الاجنبيه. وكاين هادو يعني غروسو مودو يعني واش كاين الارقام. يعني كم عمر السفينه او مدى يعني حتى على حسب نوعيه البناء، اذا كانت يعني مبنيه من الحديد او لافيبر او من الحطب او الخشب او مثلا الباخره كبيره كما تاع التجاره او تاع الصيد البحري، ولكن المعدل ما بين 15 الى 20 سنه يلحق لاج تاع وين لازم الباخره تتوقف. الان شرعتم استاذ بالعسل في بناء السفن، ونتحدث عن يجري التحضير لوضع أول باخرة محلية الصنع خاصة بصيد سمك التونة قبل نهاية العام، تفاصيلها إن شاء الله. إن شاء الله كاين مؤسسة يعني هذه مؤسسة خاصة يعني اللي بادرت بإنشاء أول باخرة تاع صيد التونة تاع 35 متر بلا فيبر في الجزائر، هو الأول اللي راح يديرها. يعني هذا راح يدعم استراتيجية تاع القطاع في مجال الصيد في أعالي البحار. نعم. نعرفوا باللي الثروة السمكية في الجزائر بدأت تقل على السواحل، دونك لازمنا نروحوا لأعالي البحار وإلى الدول الصديقة يعني باش نديروا الصيد حتى ندعموا السوق الوطنية بهذه الثروة هذه. دونك يعني لو كان نشوفوه يعني الآية دي جزائرية. نعم. يعني تشوفي يعني معجزة انه الحق انجاز يعني انجاز دار الباخرة هذه بخمسة، وراه هي حوالي عن قريب ان شاء الله يحطها فوق الماء باش يكمل لا كونستركسيون تاعها. وكاين ثاني مؤسسة ثانية اللي هي في تلمسان. نعم. يعني الشيء الجميل انه مجموعة من الشباب خريجي الجامعة الجزائرية يعني رفعوا التحدي وراهم الان في بناء باخره تماثل تاع اللي في زموري في بومرداس اللي هي الطول تاعها 37 متر، يعني هذا شيء رائع يعني. كم استغرقت مده انجاز هذه السفينه الاولى؟ يعني هي المده الان هذه تاع بومرداس حوالي بدا منها منذ سنه، ولكن المده تاع البناء تختلف حسب الطول وحسب النوعية تاع السفينة، إذا كانت على الحديد أو كما قلت لك لافيبر أو الخشب كل واحدة كيفاش المدة تاع الآخر، كيما تاع الحديد هما طوال مدة عامين ثلاثة إلى أربع سنوات يعني. وإذا كان يعني لابياس كاين والماتيريال مثلا ليزيكيبمون إلكترونيك اللي لازم يكونوا في الباخرة موجودين في السوق الوطنية، يعني هذه راح تكون حوالي سنتين باخرة تجارية تكون موجودة في الميناء. يعني سنحتفل بانطلاق وضع هذه السفينة مع نهاية أو قبل نهاية العام سيد بالعسل. دعنا نتحدث عن مسألة بناء السفن محليا، ما الذي أو ما مردودها بالنسبة للاقتصاد الوطني، ما الذي سيجلب لنا؟ أكيد أولا سيدتي لازم تعرفي باللي هذا النشاط هدايا يعني باش ما نقولش ما كانش، كان بناء السفن ولكن ذات الحجم الصغير ما كانش حجم الكبير. أولا شوفي يعني الفاتورة بالعملة الصعبة الآن في القريب هنا ماشي بعيد كانوا يروحوا يجيبوا بواخر يشروها من دول جارة أو نعم. أوروبية يشروا هذيك، دونك شوفي الفاتورة واش راح تربح الخزينة تاع الدولة يعني بالدوفيز اللي راح يروح. ثانيا احنا بالنسبة للقطاع تاعنا كيكونوا بواخر ذات الحجم الكبير راح يكون المردود تاعها الثروة السمكية، كيكون الجودة في الصنع راح يكون السلامه للبحاره. هذا كاع الاخر بدون ما نهضر على كاين اتفاقيه دوليه في مجال تاع لا ريباراسيون دي نافير دو كوميرس، كاين اتفاقيه في الميموراندوم تاع مالت وين الجزائر عندها في مراقبه السفن يعني تراقب 15% من الدول الاجنبيه. نعم. تخيلي هذوك الدول الاجنبيه يعودوا يديروا لا ريباراسيون هنا في الجزائر بالعمله الصعبه. هذا ثاني اضافه كبيره للاقتصاد الخزينه. سنفصل اكثر ايضا في هذه الايجابيات بناء السفن في الجزائر بعد ان نتابع هذا الروبورتاج الذي اعدته الزميله سعيده معي والقراءة لربيع أبو زيدي حول صناعة السفن البحرية بولاية بومرداس، ثم نعود لاستكمال النقاش.
من ميناء زموري تبرز السفينة الزرقاء، وهي أول سفينة صيد التونة بطول 53 مترا، تم بناؤها بمواد محلية الصنع على غرار مادة البوليستر، ومن المنتظر أن يعقبها بناء سفن أخرى مماثلة موجهة للتصدير حسب الطلب. برمي باطو اللي بنيته ان 80 درت فيه 12.50 متر، دوزيام باطو بنيته ان 82 درت فيه 14.50 متر، ومن بعد ودينا نخدموا بالعقل بالعقل حتى راكت الحمد لله درك رانا في ليطوني، رانا كنا نخدموا بالبوا نخدموا باللوح، خدمنا ما 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 فليك صغار من 4 متر 4.50 متر حتى 25 متر، ودروك ملي ولات هاد لاريزين بوليستير ولاو الناس كاع هاربين ليها سي نورمال. سلمت هذه الرخصة في سنة في عام 2018 استشرت العديد من شركات بناء القوارب في الخارج وبالتحديد في تونس وإسبانيا وفرنسا، ولكن التكوين هنا سمح لي أكثر بممارسة مهنتي. هذه التجربة الأولى لبناء أنواع مطلوبة للسفن يعكف على تجسيدها شباب التكوين المهني. اخترنا بناء سفينة الصيد التي يبلغ طولها 21 مترا، وهي جوهرة حقيقية وفق شهادة المختصين، فقد نجحنا أيضا في استخدام طوف الاستزراع المائي الذي يقع خلفنا. إنه لفخر للولاية صناعة أول قارب تونة بطول 35 مترا، وأول سفينة صيد ب 21 مترا، وطواف ب 14 مترا. الاقتصاد عملية تكاملية، والتكوين لبنة مهمة فيه للاستفادة من طاقات شبابية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير. أهلا بكم مجددا مشاهدينا. سيد بلعسل، كيف تعقب على الروبورتاج الذي سلط الضوء أكثر على تفاصيل إنشاء وبناء هذه السفينة؟ والله أنا يعني حقيقة جد سعيد، يعني كي نشوف هكذايا تحدي يعني إمكانيات بسيطة. نذكروا باللي أن الجزائر في وقت سابق بعيد كانت سيدة المحيطات والبحار، وخاصة في مجال السفن، والآن يعني حنايا في البحر الأبيض المتوسط ما لنا إلا نحن أيضا نفدو هذا التحدي اللي داروه جدودنا من قبل، يعني شيء يفرح هكذا يعني، وحنا ندعموها يعني 100%. الدولة دارت يعني مشاريع، دارت كذا باش تدعم هذا القطاع صحيح اللي كانوا منسيين، وحنا رانا نرافقوا معاهم ونتصلوا معاهم يوميا ونسيوا نحلوا حتى المشاكل تاعهم باش يطوروا هذا النشاط هذا. كما تفضلت سيد بلعسل، صحيح يندرج كل ذلك ضمن توجه الدوله لتشجيع هذه الصناعه لما فيها من فوائد وايجابيات بالنسبه للاقتصاد الوطني. وقد تفضلت قبل قليل عن بمساله تقليص فاتوره الاستيراد، ماذا ايضا عن اشغال الصيانه التي سيمكن ايضا ان تتوفر بهذه الورشات؟ أكيد الصيانة تمشي تتماشى مع البناء، إذا كان يعني مؤسسة يعني عندها الإمكانيات وموفرين لها كل شيء هي نفس الشيء تدير الصيانة، لأن كما قلت لك معايا في البداية كانوا في القديم تقريبا كل لي زونتربريز دو كونستركسيون دو ريباراسيون كانوا يهتموا إلا بالصيانة، وكاين نوعين تاع الصيانة، كاين الصيانة اللي ترفد الباخرة فوق من الماء حتى يديروا لو سكون ابل لو كاريناج من تحت على كوك، وكاين لا مينتونونس وين مثلا انفيزيبل ولا حاجه خفيفه اللي تقدر تكون لا مينتونونس فلكي. حنايا القطاع في القطاع الصيد البحري عندنا اشكال انه كانوا الموانئ المهنيين يشتكيو دائما على لا مينتونونس لا ريباراسيون ونيفو تاع لي بور دو باش، والان حنا درنا استراتيجيه باش وحسب التعليمات والتوصيات تاع رئيس الجمهوريه راح نديروا في كل ميناء، كل ميناء تاع الصيد البحري، ودرنا اجتماعات مع لا سوسيتي لا جيستيون دي بور دو باش باش يوفروا لهم مساحات ما حتى باش يقدروا يديروا لا مينتونونس تاع تو تيب دو نافير دو باش او نيفو دو شاك بور دو باش من الشرق الى الغرب.
وبدينا يعني في نعم. أستاذ بلعسل، تفضلت أيضا قبل قليل بالحديث عن الصيد في أعالي البحار، ما الذي نقصد به يعني مقارنة بالصيد العادي في السواحل، وما انعكاساته بالنسبة للاقتصاد الوطني؟ شكرا على هذه الالتفاتة. هي الصيد هنا على السواحل تطلب يعني بواخر صغيرة الحجم، كي يقولوا بواخر صغيرة الحجم يعني الرئيس ولا ربان الباخرة يروح يجيب عدد معين من الكاس تاع كمية محدودة تاع الصيد ويدخل الميناء، هذيك تاع يخرج يعاود يولي تكلفوا ماديا حتى جسديا يتعب. إذا كانت الباخرة كبيرة وتروح إلى أعالي البحار وش راح يجيب هو سي ما يقابل 10 بواخر تاع السواحل. هنا الفائده تاع الصيد في اعالي البحار اولا وايضا لتدعيم النقص يعني بهن النقص السمكيه في الجزائر، هذا لازم له بواخر كبيره وبتكنولوجيا حديثه مع لي زونجان دو باش لازم يكونوا على حسب القوانين الدوليه. هذا هو الشيء، ولا عينا نروحوا للصيد الاعالي البحار، لازمنا نطوروا الصناعه تاع السفن. وايضا يعني ممكن حتى لما تزدهر هذه الصيد في اعالي البحار يفتح حتى افاق لبيع المنتوج لدول اخرى هناك يعني في البحر. اكيد فيما يخص السفن. نعم. إيه كاين، هي سيدي اليوم مثلا كاين دول شقيقة راهي تطلب من الجزائر في صناعة السفن. هذا مثلا في بومرداس عنده طالب حوالي 20 باخرة من موريتانيا. الإشكال مشكل عقار. دوك نعاودو نقولو ليه بالك، يعني كاين طلبات ولكن كاين بعض العراقيل اللي ما تسمحش باش يطوروا النشاط هذا. من بين هذه العراقيل قلت العقار او ضيق المساحة في الميناء، التي يعني دائما ما يتكرر الحديث عن هذه المشكلة، ما السبب وكيف سبيل الى الحلول ايضا المقترحة؟ نعم، العقار احنا درنا يعني دراسة وفي الاجتماع تاعنا اللي خرج لنا المشكل تاع العقار 90%. نعم. تاع المشاكل تاع هذه الشركة 90%. كاين لي بورتور دو بروجي حاملين المشاريع. نعم. يحوسوا على عقار، وكاينين فعلا راهم يستناو يعني الا الضوء الاخضر، وكاين الشركات اللي راهي هادو تاع 43 شركه خاصه حتى العامه كما تاع شرشال تاع ابو اسماعيل. كان المشكل عندهم باش يدوا لازم له مساحه. احنا واش درنا اجتماعات مع وزاره الداخليه مع وزاره النقل حتى نلقى حلول اللي راهم ديجا موجودين في الارض الواقع باش يديروا لهم اكستنسيون، والا الحاملي المشاريع باش يعطوهم قطع اراضي. رانا معهم يعني القطاعات ماشيين معنا، والان رانا نحدوا يعني كباركا ونشوفوا يعني واش هو لازم شحال المساحه، اسكو المساحه داخل الميناء، لان ما يخفاكش سيدتي كاين تقريبا 70% من الموانئ مكتظه صغيره الحجم. يعني واحد كيطلب لي انا مساحه، ديجا الاس جي بي بي هي تعاني من المساحات الصغيره اللي داخل موانئ الصيد. كيف يعني راح نزيد نعطي له باش ديري ان شونتي لازم لك على الاقل 10,000 متر مربع، وانت تعطي له مثلا 2,000 متر مربع، راح يكون لك الا يبني لك باخره هو عنده تاع كومون تاع 20 باخره مستحيل راح يقبلها. الحل استاذ بلعسل يعني هو موانئ جديده، بناء موانئ جديده. لا اتفقنا انه يعني مام على مستوى الولايات يعطيوهم مساحات، يعني رانا نحدوا برك الاماكن، رانا في دراسه الان كسوسوا مينيستير تاع الاندستري ولا الترونسبور ولا الانتيريور، راهم قال لك احنا ما عندنا حتى مشكل، وين كاين مساحه بيان سور في اطار المعقول، ماشي نعم. وين تكون سكنات نعطيو له الاخر. اكيد طبعا. وين كاين مساحات، اذا مثلا عندنا مستثمر مؤخرا كان يطلب في وهران، طلبنا منه كاين ارض يعني ومساحه مثلا في ميناء مداغ بعين تيموشنت، هو قبل قال لك انا ما عندي حتى مشكل، يعني احنا رانا نشوفوا كيفاش ندرسوا ملف ملف. لانه شويه يعني صعب العقار، ولكن الوزارات الاخرى راهم يعني مفتوحين معنا، قال لك اعطونا وحنا ندرسوا ملف ملف ما كان حتى مشكل. وهذا ما يفتح ايضا الافاق امام الشراكه الاجنبيه، يعني هناك طلبات حتى من اسبانيا. ايه كاين شراكه، كاين درنا اول شراكه يعني الطلب كان من كرواتيا. طلبوا معنا، هما كان الهدف تاعهم انه يبنيوا البواخر الجزائريه. نعم. بعد كي درنا معهم لقاء الاخر
قال لك قلنا لهم حنا قلنا لهم اروحوا تحضروا هنا في الجزائر، كاين ثاني تركيا، كاين اسبانيا وكاين ايطاليا. اسبانيا عندها يومين، كنا مع الاخر راهم مهتمين يعني باش يدخلوا الجزائر باش يفتحوا ورشات والا بارتناريا مع الشركات الموجوده حاليا في الجزائر. كاين طالب، وكاين حتى طالب كما قلت قبيل تاع بناء السفن من دول كيما موريتانيا وليبيا. هل هناك يعني عدا السفينة التي ننتظر خروجها وضعها في الميدان قبل نهاية العام، هل هناك سفن أخرى قيد الإنجاز في الفترة الحالية؟ كاين اكتيالمون ليكوراب دارت أول قاطرة، صنعت قاطرتان يعني من الحديد. علاش قلت لك بلا تختلف الصناعه من صناعه حسب الماده المستخدمه؟ حسب الماده. كاين ليكوراب دارت اول مره في التاريخ الجزائري، بنات من اوناسي دو ريموركور اوناسي. كاين تاع بومرداس كوغيناف اللي راهو ثاني عنده ثلث قوارب تاع الطونه تاع 35 متر، وكاين موراها يجي تاع تلمسان عنده زوج قوارب تاع 37 متر. هادو يعني الحجم الكبير، اما الحجم الصغير فيعني كاين طالب اليوم. طيب سيد بلعسل، يعني ماذا عن نقطة أخرى أنتم بصدد الإعداد لها وهو الجانب التشريعي والتنظيمي؟ ما هي القوانين مثلا التي أنتم بصدد تحيينها وتغييرها وتساعد في ازدهار هذه الصناعة؟ هي درنا عدة اجتماعات مع وزارة الصناعة ودرسنا، درنا ان ديكري اكتيالمون راه في لافاز فينال concernant l'organisation et les modalités de fonctionnement des entreprises de construction et de réparation navale avec un cahier de charges. Donc voilà, درناها. درنا مع وزارة النقل قانون يعني تاني راه لافاز فينال، معنينا إلا نصدقوه نبعثوه للأمانة العامة للحكومة، اللي هو لي نورم دو سيكوريتي دو كونستركسيون اي دو ريباراسيون نافال، على حسب القوانين الدوليه باش خاطش نعرفوا انه الباخره كي تتبنى باش توشي الموانئ الوطنيه والموانئ الاجنبيه. نعم. اذا كان ما كانتش مبنيه على القوانين الدوليه يمنعوها باش تدخل، ويمنعونا احنا باش نديروا الصيد في عالي البحار. نعم. لان الصيد في عالي البحار كي يخرج لازم يتوشي ميناء في اسبانيا او في ايطاليا او في موريتانيا، لو كان ما يكونش مبني وعنده سيرتيفيكاسيون تاع على حسب القوانين الدوليه يمنعوه باش يدخل. الصيد في عالي البحار هل هناك مناطق مخصصه لذلك؟ عالي البحار يعني مفتوحة للجميع، مفتوحة حتى المحيطات ماشي. نعم سيد بلعسل، ماذا عن اليد العاملة وعن التكوين؟ في التكوين كاين نوعين من التكوين، كاين التكوين العالي والتكوين المتوسط. التكوين العالي وما عندناش إشكال فيهم للزوج إلى يومنا، اليد العاملة الجزائرية 100%. عندنا جامعة تاع وهران تاع ليستو وين درنا مجمع تكنولوجي معاهم باش يرافقونا ويرافقوا المؤسسات هذه اللي موجودة في لي نوفيل تكنولوجي اون ماتير دو كونستركسيون. درناه اللي ترأسه السيد بلعجين اللي هو من مخبر جامعة تاع ليستو، ودرنا اتفاقية مع وزارة التكوين المهني وين دخلوا في لا نومنكلاتور تاعهم 18 تخصص باش يدعموا صناعة وتصليح السفن. تنا اتفاقية وكاين يعني اليد العاملة كاين وتخرج يعني مراكز التكوين المهني تخرج جودة، لأنه يعني نشوفوا في بعض المؤسسات الأجنبية أنه اليد العاملة تاع الجزيرة راهي تشتغل تما، وربما استحدثت تخصصات جديدة بما يخدم هذه الصناعة. يعني كاين مع التكوين المهني دخلوا في لانومونكلاتور تاعهم السنة هذه 18 تخصص فيما يخص الصناعة وتصليح السفن. طيب في المخطط الذي وضعتوه أستاذ بلعسل، المخطط الوطني من أجل تطوير صناعة السفن، أيضا بين المحاور هو عملية تشجيع عملية صناعة قطع الغيار. نعم. ما الذي تستدعيه هذه راكي سيدتي قصدي يعني الاخر هنا النقطة الحساسة. المشكل اللي يعانيوه في لا ريباراسيون انه ماهوش موجودة يعني قطع غيار. يعني اغلب البواخر مصنوعات كبيرة والمتوسطة مصنوعها في الخارج. لازم إذا باش يدير تصليح لازم يجيب القطع الغيار من الخارج ويدخلوا، شوف التكلفة ويشريها بالدوفيز والأدوان إلى ما آخره. يعني هذا كاع راح يجي على التكلفة العالية، وهذا ما خلى بعض لي زارماتور يديروا لا ريباسيون تاعهم في الخارج، لأنه القطع الغيار ما كانش. لحسن الصدف يعني وحنا الاخر اكتشفنا باللي كاين مؤسسات جزائريه اللي خاطيها الميدان تاع البحر، مثلا وحده في المسيله وحده في بسكره، يعني يديروا مثلا لابياس
يديروا لابياس يخدموا. الان رانا درنا شبكه وطنيه وكاينين حنا اللي علينا انه نبني جسور ما بين هذه المؤسسات والورشات اللي بناء وترقيع تصليح السفن. دونك هذه كاينين رانا نجتهدوا، هما قال لك اعطونا الطلبات وحنا يعني رانا تحت تصرف مؤسسات بناء وتصليح السفن. بالاخير استاذ بالعسل، دعنا نشيد بدور القطاع الخاص، وايضا ما الذي سيفتح لكم التعامل مع مؤسسات ناشئه مستقبلا في هذا المجال؟ ايه يعني تخيلي من جانب الصناعه البحريه والاقتصاد البحري، مثلا هادو اللي حكيت عليهم 46 مؤسسه، تخيلي لي زونتربريز المؤسسات الصغيره والمتوسطه اللي راح تنشا اللي راح ترافق، لان مؤسسه تاع بناء السفن هي متخصصه اونيكمون في لاكوك، ما عندناش مؤسسات اللي يدير ليكيبمون الكترونيك ليدروليك ميكانيك، ما كانش. هذه كي تتطور يدخلوا يخرجوا معها شبكه ترافق هذه المؤسسات وتخلق نسيج المئات من المؤسسات، نعم، واليد العامله الى ومناصب الشغل. شكرا جزيلا لك استاذ عمر بالعسل، مدير مراقبه نشاطات الصيد البحري وتربيه المائيات، على الحضور وعلى كل هذه المعطيات القيمه. شكرا لك سيدتي.